الأرض مليانة ضيق، حقيقة الأرض إنها تبقى ضيق، والضيق ما يهمش إذا كانت موجودة صلاة. أعطنا يا رب أن نصلي في كنائسنا وفي بيوتنا وفي قلوبنا لكي نتخلص من الضيقة، ونقول معا: اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا، وصراعا ودموعا. اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا. كلمة في سرك، كتب القصيدة بتاعت اغلق الباب، يقول: يا صديقي إن مضى الوقت نزاعا وحروبا، واستمر الحالة مثل الأمس صعبا وعصيبا، فادخل المخدع زي الأيام دي كده. الكل يتكلم على الغلاء، الكل يتكلم عن الوباء، الكل طب ليه نتكلم عن ربنا؟ فادخل المخدع واركع، واسكب النفس سكيبة، قل له: اشتدت وضاقت، افتح الباب الرحيبة. قل له: يا رب إني عاجز لم أستطيع، وأعرض الأمر وحاجج في دجى الليل يسوع.